المسلم أخو المسلم، قناة تدلك على فهم السلف الصالح. وحي الله الجميع الذين يستمعون إلينا ويصلهم هذا الصوت أينما كانوا، فبالجميع نرحب ونحيي الجميع بما سمعتم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، تعلمون حاجة الناس إلى بيان الحق وحاجة الخلق إلى إرشادهم إلى الحق وهدايتهم إلى ما جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المفداة صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو الرحيم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأمة، فهو رحمة لأمة الدعوة ولأمة الإجابة. فأما كونه رحمة لأمة الدعوة، ما نقصد بهم العموم، عموم الناس، عموم الخلق: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كونه رحمة لهم لينقذهم من ظلمات الكفر والشرك والضلال، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم بإذن الله تبارك وتعالى إلى الحق والهدى. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا. فهو رحمة صلوات الله وسلامه عليه لأمة الدعوة، لأهل الكفر من هذه الناحية، ورحمة لأهل الإيمان، لأهل الإسلام، لأمة الإجابة، إذ بيّن لهم الحق وبيّن لهم الحلال وبيّن لهم الواجبات والمندوبات وحضهم على ذلك وحثهم عليه ورغبهم فيه، وبيّن لهم الشر بأنواعه وأنواع المعاصي، وذكر جزاءها وعقوبتها في الدنيا والآخرة، وحذرهم منها لئلا يقعوا فيها. فكان رحمة صلوات الله وسلامه عليه
للعالمين كما قال ربنا تبارك وتعالى، فهو رحمة للكفار لو آمنوا به واتبعوه ينقذهم الله من النار، ورحمة لأهل الإيمان حينما يعملون بما جاء به ويحذرون ما حذرهم منه فلا يصيبهم العذاب من الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في سنته الشريفة النصوص المتكاثرة المتضافرة التي ظهرت فيها رحمته عليه الصلاة والسلام، رحمته بالخلق ورحمته بأهل الإيمان ورحمته بأصحابه ورحمته بالحيوان ورحمته بالطير ورحمته بالضعفاء، كل ذلك لا يستطيع الإنسان له حصرا. لماذا؟ لأنه رحمة المهداة وهو الحريص، كما قال الله جل وعلا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمة إنما تكون في المبشرات، والرأفة إنما تكون بالحجز عن ما يسوء ويضر، فهو رحمة مبشر بالرحمة وبالخير. ورؤوف عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين مما يخاف عليهم، فالرأفة باب والرحمة باب آخر، وكلاهما بابان عظيمان، وإذا اجتمع في العبد وفقه الله لكل خير. ولهذا جمعهم الله في أعلى مراتبهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقدم الرأفة على الرحمة، لأن الرأفة تكون بالخوف عليك مما يحذر ويخشى عليك منه، والرحمة بعد ذلك. ومن قام في مقامه عليه الصلاة والسلام داعية إلى الحق يريد هداية الخلق فالواجب عليه أن يكون رحيما، فهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مدح بها كما سمعنا في هذه الآية. فالواجب على دعاة الحق أن يكونوا رحما، فإنهم إذا تخلقوا بهذا الخلق أقبل الناس عليهم، وإذا أقبلوا عليهم لما يروه فيهم من الرحمة وما يروه فيهم من الرأفة، إذا أقبلوا عليهم قبلوا منهم. والواجب أن يكون العبد القائم في هذا المقام، مقام الدعوة إلى الخير والهدى والدلالة والإرشاد للناس إلى ما ينفعهم، والحذر أو الخوف عليهم مما يضرهم، الواجب أن يكون رحيما كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما صلوات الله وسلامه عليه، وكما قال جل وعز محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرحمة من صفات أهل الإيمان، وقد ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وحض عليها، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام
الراحمون يرحمهم الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فقد كان رحيما كما وصفه ربنا تبارك وتعالى بالمؤمنين. ومن أظهر صور رحمته أنه يدع العمل الصالح وهو يحبه مخافة أن يفرض عليهم فيشق عليهم صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء ذلك في ركنين عظيمين من أركان الإسلام، أولهما الصلاة، فقد خرج في رمضان ذات ليلة صلى بأصحابه فاجتمعوا عليه، وفي الليلة الثانية تسامع الناس فاجتمعوا أكثر، وفي الليلة الثالثة كذلك فلم يخرج إليهم، وقيل الليلة الرابعة لم يخرج إليهم، فأخذوا يتمحشون بجدار حجرته، يعني يحكون أجسامهم بجدار حجرته حياء من أن ينادوه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أرادوا أن يشعروه بأنهم ينتظرونه، فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال لهم أما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم، فكان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة وغيرها من أصحابه رضي الله عنهم يدع العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على أمته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من الرحمة بهم. وهكذا في الحج لما سأله الرجل حينما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقام فيهم قائلا يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج أو كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، فقام في الثانية فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة قال له لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الحج مرة، وهكذا العمرة مرة، تجبان أو يجبان في العمر على من وجب عليه، يجبان عليه في العمر مرة على الفور في أصح القولين لأهل العلم، الحج والعمرة واجبان على المسلم وعلى المسلمة إذا توافرت الشروط مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. فهنا صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو قال نعم لوجب على الناس أن يحجوا كل عام ولم استطاعوا، وقد قال ربنا جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالواجب علينا جميعا المعاشر الأحبة أن نكون في هذا الباب مقتدين به صلى الله عليه وسلم، بل إن رحمته عليه الصلاة والسلام قد نالت الطير والحيوانات صلوات الله وسلامه عليه، فلو نظرت في قصة خروجه مع أصحابه كما في حديثي أبي هريرة وابن مسعود، وحينما حصل من أصحابه في المرة الأولى أخذوا بيضة حمرة، في القصة الثانية أنهم أخذوا صغارها أو فراخها فجاءت تفرش، وجاء في الروايات أنها أخذت تفرش أمامه، وجاء في الروايات الأخرى أنها أخذت تفرش فوق رأسه، يعني تفرد أجنحتها، والحمرة هكذا ضبطها في أصح الضبطين أنها حمرة. فقال من فجع هذه بصغارها ردوا عليها صغارها، في الرواية الأولى
من أخذ بيضها ردوا بيضها. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن لا يفجعوا هذه بصغارها ولا يفجعوا تلك ببيضها رحمة بهذا الطائر. والحمرة عصفور صغير أكبر من الصع قليلا، والصع الذي نذكره الآن لا يعرفه كثير من الناس أيضا، فهي مثل العصفور الأصفر الآن الذي يرى في الصور وفي المقاطع المرئية، وهي قريبة في الحجم تزيد قليلا من العصفور الطنان الذي تسمى العصفور الذي يسمى العصفور الطنان أو العصافير الطنانة، إلا أن الغالب عليها الحمرة، فقيل فيها حمرة. وأخذت تفرش يعني تفرد أجنحتها كالفراشة، تبسطها وترفرف بها، فأخذته الشفقة صلوات الله وسلامه عليه. بل أكثر من ذلك، حينما قال الرجل سائل النبي صلى الله عليه وسلم في الذبيحة قال إني لأذبح الذبيحة وأرحمها، قال يرحمك الله يرحمك الله. وهكذا في العصفور إذا ذبحه قال له يرحمك الله يرحمك الله مرتين حتى في الذبح. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور جميع عندنا جميعا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن ذلك قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالذبحة قد بينها عليه الصلاة والسلام بقوله وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يقطع بسرعة ما يقعد مثل المنشار يعرعرها، هذا ما يصلح، هذا فيه تعذيب للحيوان. فالشاهد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تذبح الشاة أمام أختها رحمة بها، فكان عليه الصلاة والسلام منتهى المثل في هذا الباب. بل جاء عن أظنه عن أنس أظن، ومن وجد غير ذلك فليصحح، لكن هكذا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزر أحدا في بيته غير أزواجه إلا أم سليم رضي الله عنها، فقيل له يعني من النساء، المقصود به من النساء وليس المقصود ما يزور أحد، كم قد زار من الرجال لكن من النساء، فلم يزور إلا أم سليم كان يزورها رضي الله عنها. فقالوا له يعني كلموه في ذلك لما أم سليم كانت امرأة كبيرة وبرزة، فقال أرحمها قتل أخوها معي، فكان يواسيها صلوات الله وسلامه عليه يزورها دائما لأنها ضعيفة المرأة، قتل أخوها معي حفظ له صلوات الله وسلامه عليه وهو حرام بن ملحان، حرام بن ملحان حفظ له صلى الله عليه وسلم هذا أنس، نعم حفظ له صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، مع أن حرام بن ملحان لم يقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قتل في بئر معونة، وبئر معونة هم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان بعثه نزل منزل نزلهم كأنهم معه، فكان يواسيها صلى الله عليه وسلم بسبب أن أخاها قتل في البعث الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أرحمها قتل أخوها معي. فهكذا الإنسان إذا نزلت به أو بأخيه مصيبة بسببه ينبغي له أن يرحمه لأنه أصيب بسببه، فيحفظ له هذا الجميل ويحفظ له هذا الإحسان يحفظ له هذا الخير. وهكذا الأحاديث كثيرة في هذا الباب، فالله سبحانه وتعالى قد غفر لمومس من بني إسرائيل، مومس بغي زانية رأت كلبا حول ركية يلهث، والركية هي البئر
يلهث من العطش، فأخذت خفها ونزعت له الماء فسقته. قد جاء في طرق هذا الحديث ما يفسر كيف أخذت الماء، ربطته بخمارها وأنزلته إلى الماء فاغترفت الماء وأطلعته إليه وسقته فغفر الله لها. بغي رحمت هذا. وهكذا قصة الرجل الذي رأى كلبا يحوم حول الماء وهو بالبئر يلهث يخرج لسانه من شدة العطش، فقال لقد بلغ العطش من هذا الكلب مثل الذي كان قد بلغ مني، فسقى، نزل البئر فسقاه فغفر الله له سبحانه وتعالى. وهذا من الرحمة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت عنه الأحاديث متكاثرة في ذلك، وقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الغلظة حتى في القتل، فحينما بلغ أن عليا رضي الله عنه وهو أفضل أهل زمانه قتل الغالية وحرقهم، الغالية الذين غلوا فيه وزعموا فيه الألوهية السبائية، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فحرقهم. والقصد من هذا منه رضي الله عنه التغليظ فيما في العقوبة لبيان جرم فعل هؤلاء، لأنهم قد وقعوا في الردة بهذا الشكل إذ ادعوا أن علي الإله رضي الله عنه. فبلغ ذلك ابن عباس فقال له لو كنت أنا لما حرقتهم لقتلتهم. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه كما جاء في الترمذي، عند الترمذي أنه بلغ علي رضي الله عنه فقال صدق ابن عباس. فانظروا رحمني الله وإياكم إلى هذا العظيم الفاضل أفضل أهل زمانه، أقر أن الحق مع ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس احتج قال لا يعذب بالنار إلا ربها سبحانه وتعالى. فالحاصل معاشر الأحبة الأحاديث في الرحمة كثيرة، والدعاة إلى الله جل وعلا هم قائمون في مرتبة عظيمة، والمعلمون أيضا للعامة إن كانوا كبارا وللطلاب إن كانوا صغارا أيضا هم قائمون في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه بمنزلة الوالد، والوالد يعلم أولاده، فالمعلم بمنزلة الوالد فهو أب الروح، فيجب أن يكون رحيما بالمتعلمين، فإن كانوا كبارا لاطفهم وتحبب إليهم وتودد إليهم حتى يقبلوا إليه فيقبلوا منه ويفهموا عنه، وإن كانوا صغارا لطف بهم أيضا وعطف عليهم ورق لهم حتى يحبوه ويألفوه، فإذا ألفوه أقبلوا على كل ما يقوله وسمعوه وفهموه وعملوا به. قال جل وعلا قل أي محمد، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. والبصيرة هي العلم، فمن كان قائما بالدعوة إلى الله على بصيرة بسيرته عليه الصلاة والسلام العامة والتي سنته جزء منها صلوات الله وسلامه عليه وفق لكل خير. والواجب علينا يا معشر الأحبة أن نكون رحماء بالناس، فنتصف بهذه الصفة ونظهر العطف والشفقة عليهم
حتى يعلموا أن مقصودنا هو إيصال الخير إليهم. فإذا كان المقصد من الداعية إيصال الخير إلى الغير ليدفع عنه الضير ويدله على ما فيه الخير، فإن الواجب عليه أن يتودد وأن يتلطف لهم، يتلطف إليهم ويتودد لهم، وذلك بالتواضع وبإظهار الشفقة عليهم وبإظهار الرحمة لهم. فإذا فعل ذلك قبل الناس منه وأقبلوا عليه. وأما الأخرى فنعوذ بالله منها، وقد حفظ الله أهل الخير منها كما صرفها عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فاللين من الرحمة، اللين بالمدعوين والعطف عليهم والشفقة عليهم والحرص على هدايتهم والتلطف إليهم حتى يقبلوا ويأخذوا ويهديهم الله على يديك، هذا من الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة والجفاء هذا من أسباب الإعراض عن الداعية، ومن أسباب عدم السماع للحق، لأن الله جل وعلا يقول: لانفضوا من حولك. فالواجب علينا جميعا يا معاشر الأحبة أن نكون رحماء، أن نكون حلماء، وأن نكون حكماء. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وهذا فيه رد أيضا في هذه الأحاديث التي تلوناها، في هذه الآيات فيها أعظم رد، ما هو رد فقط بل فيها أعظم رد على الذين ينسبون الإرهاب وينسبون القسوة وينسبون الوحشية وينسبون الشراسة إلى الإسلام. هذا فيه أوضح رد عليهم، بل الإسلام دين الرحمة، والإسلام دين العطف، والإسلام دين الشفقة. ونقول حتى مع الكفار الأدلة قائمة في هذا الباب، ولكن ما على طالب العلم وما على المعلم وما على الداعية الذي يتصدى لهداية الخلق إلى الحق، ما عليهم إلا أن يطلعوا ويقرأوا. وإذا قرأوا وجدوا الكثير من النصوص في القرآن وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب، فيعلموا حينئذ أن الرحمة من سمات أهل الإيمان، وأن الغلظة والجفاء إنما هي من سمات أهل الكفر وأهل الجفاء. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا، فقال: أو تقبلون الصبية؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. نعوذ بالله من الشقى يا معاشر الأحبة. بعض الناس يرى أن العبوس في وجوه الناس والغلظة عليهم هذه هي القوة، هذه هي الرجولة، هذه هي الشدة في السنة. هذا ما هو صحيح. إنما الشدة في الحق على من أعرض وخالف ويؤخذ على يديه. أما الجاهل والغافل فينبغي أن يلطف به، يتلطف معه حتى يعلم ويهتدي. وكلكم يعرف قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يرخص له في الزنا، فاستغرب ذلك الصحابة وأنكروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالحسنى، فقال عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ لا، وهكذا الناس لا ترضاه لأمهاتها. ثم أخذه بالتدريج في محارمه، فما هو إلا أن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أبغض شيء إلى ذلك السائل الزنا. هكذا قصة الأعرابي الذي بال في المسجد
وكيف هم به أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام نهاهم، قال لا تزرموه، تأتي مفسدة أخرى، يقوم ويحرب ويقطع بوله في المسجد كله، وهو الآن يبول في موضع واحد. فلما جاء به عليه الصلاة والسلام أخبره أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول الغائط كما هو معلوم في الحديث تعرفونه جميعا، فكان رحيما صلوات الله وسلامه عليه به فعلمه. وهكذا معاوية بن الحكم السلمي حينما حصل منه ما حصل حينما تكلم في الصلاة عطس فرحمه فحمد الله فشمته، عطس رجله في الصلاة فحمد الله فشمته، فنظر الناس إليه شجرا، فلما فرغ من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. قال فبأبي هم وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال، وذكر الحديث. والشاهد يا معاشر الإخوة الكرام، الداعية إلى الله والمعلم والمدرس ينبغي له بل يجب عليه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم حتى يقبل عليه الناس، ويحرم عليه أن يتصف بالغلظة والجفاء التي تنفر الناس عنه وتنفرهم عن قبول الحق، فيضلون بسبب قسوته وعنفه وشدته، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد الله يقول لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالغلظة والفظاظة ليست من خلقه عليه الصلاة والسلام ولا من صفاته. وأي داعية يريد النجاح لدعوته يجب عليه أن يتحلى بهذا الخلق العظيم ويكون رحيما بالناس، فالناس فيهم العالم يحتاج التلطف معه في الكلام والأدب، وهذا من الرحمة في الأخذ والعطاء والمناقشة. والناس فيهم المتعلم المبتدي، والناس فيهم المتعلم المتوسط، والناس فيهم العامي، والناس فيهم الجاهل جهلا بسيطا، والناس فيهم الجاهل جهلا مركبا، والناس فيهم المعرض، والناس فيهم الصغير، والناس فيهم أصناف. فيجب عليك يا أيها المعلم ويا أيها الداعية إلى الله، يجب عليك ويا أيها الإمام المصلي بالناس والخطيب بهم، يجب عليك أيضا أن تكون فقيها. وهذا كله حينئذ يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا معاشر الإخوة إلى الفقه في دينه والبصيرة إلى الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بشرح صدورنا، وأن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يرزقنا وإياكم هذا الخلق العظيم بمنه وكرمه، وأن يجعلنا وإياكم ممن صبر واحتسب في السعي في إيصال الخير إلى الغير بمنه وكرمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء على هذه التوجيهات القيمة والنصائح السديدة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها لكم ذخرا عنده يوم لقائه، وأن يثقل بها موازين حسناتكم، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. وإلى لقاء آخر شيخنا، نستودعكم ونستأذنكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.